السلام عليكم حبيباتي، وشراكم ان شاء الله تكونوا كامله مهنيين وبخير وعلى خير. وقبل ما نبداو في هذا الفيديو اللي ان شاء الله يكون خفيف ظريف على قلوبكم، نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوفوا البنات، هذا الفيديو راح نديرو باش نتشكر متتبعه ومشتركه وحبيبه وجاره اللي بعثت لي هذا السمك اللي هو سمك الاخطبوط. شهيدكم ان شاء الله في الجنه، نقول هاي كثر خيرك وان شاء الله ربي يدوقك ويشبعك من خير الجنه ومن ثمار الجنه. لو كان نقول لكم اكل بوان سا ما توشي هذا لو جيست، كثر خيرك وربي يعطيك ما تتمناي. ويعني بعثت السمك وقالت بلي كنحبك، ايوا نقول لك انا ما نعرفكش وما شتكش ونحبك وربي اللي راهو عالم. على بالكم بلي كلمه نحبك يعني كي تخرج من القلب سبحان الله نحسو بها، والله يصدقوني نحسو بها. حبيتوني وحبيتكم وحبتنا ان شاء الله يعني في الله وفي ميزان حسناتنا، وفخوره بكم ورفعه راسي بكم، والحمد لله لو ميساج تاعي جاز لقلوبكم. على بالكم كي ندير هاد لي فيديو ونشوف بزاف اخوات يسناوني وتقلقوا كيما نبانش، ديروا بيان في بالكم انا تاني كنتقلق وانا تاني كنتوحشكم. وخلاص راكو فرد من العائله، يعني راكو تجروا لي مجرى الدم في العروق. الله غالب هذه المحبه، يعني ما كاش قد المحبه. ربي يدوم محبتنا ان شاء الله دائما في الخير ويكثر خيركم. وكل وحده قالت لي كلمه طيبه دعوه خير حتى ربي يدي امانته، يعني ربي يعطيكم ما تتمنوا وربي يحفظكم وربي ان شاء الله يفرحني فرحتكم. يعني هذه لوكازون تاع الاخت اللي باتت لي السمك، يفالي ندير اون فيديو ونشكرها وندعي لها دعوه الخير. المحبه تفرح، يعني مالغري جو سي با كلمه نحبك من الناس ما شافتكش ما عاشرتكش ما عرفتكش، يعني تعرفت عليك اترافير دي فيديو سور يوتيوب، يعني هذه حاجه ترفع الراس. صدقوني والله فرحانه بكم وقلت لكم فخوره بكم، واي كلام طيب يعني من عندكم انا وسام هذاك هو التروفي تاعي، هذاك هو الدرع ديالي. علاش انا ما تقلقتش على الدرع الذهبي والفضي ومالغري جوني، ولكن شهاده تاعكم خير من شهاده تاع اللي مدها لي اليوتيوب. يعني كلمه نحبك وكلمه يعني ما تغيبيش علينا، اقسم بالله صدقوني اكثر من الدرع هذاك اللي يعني جاني في القنوات تاعي. واش نقول لكم، ان شاء الله هذا الاخطبوط سمك الاخطبوط نطيبو ونقول لحبيبتي ولعميرتي شكرا على الكلام الطيب اللي بعثتيه لي. ربي ان شاء الله يلاقينا في ساعه خير، وان شاء الله نشارك معكم الوصفه ونقول لكم يعني على بالكم. صدقوني الكلام اللي في الدنيا كامله ما حش يبرد لي قلبي، يعني ماشي برد لي قلبي، يعني ماذا بيا لو كان واش نقول لكم نلقى كاش كلام هكذا تاع يدخل قلوبكم ديريكتومون وتحسوا واش راني نحس اونفير فو. ليسونسييل ان شاء الله يا ربي يدوم محبتنا ويجعلها في ميزان حسناتنا، وندعي دائما ونقول ربي يفرحكم ويفرحني فرحتكم. قولوا كامله امين. والى فيديو واحد اخر تهلاو لي في روحكم، ودمتم حبيباتي في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.